انا بدي اعمل لكم ريبوزيتوري، فبدي اسميه لوجين دياس. طبعا بايثون واللايسنس باتشي. في هذا الريبوزيتوري حتلاقي انه الرابط تبعه برضه ضفت لك اياه على المدونه، بس الفكره في الموضوع هنا انه انت ممكن تنزل عندك برنامج ال جيت هاب ديسكتوب وكل ما انا اضيف اكزامبل ممكن انت تعمل له بول، كل الكوميتس اللي انا بعملها ممكن تعملها بول. ف عماله بجيب الريبوزيتوريز اللي موجودة عندي. هيو بعمل كلون، اوكي. الآن بدي أضيف أنا عندي وين هو عمل لي كلون لإله، فممكن أعمل هنا شو إن إكسبلورر. هو فعليا عمل مجلد اسمه جيت هاب في الماي دوكيومنتس، هيو هنا تمام. فأي تغيير أنا بعمله، خليني أغير على سبيل المثال في النوت باد. بالمناسبة هو بستخدم هنا في هذا ام دي مارك داون، فبالتالي هنا ممكن تعمل فورمات للدوكيومنت هذا النظام المارك داون. طبعا اللينك ممكن اضيف اللينك فأي تغيير بيصير لحاله بروح بكتشفه تمام، بروح بعمل كومنت لهذا الابديت وبصير بوش وبصير موجود على الجيت هاب. هنا لو عملت ريفرش هتلاقي اللينك صار موجود. انتوا بالنسبة لكم تعمل بول كل مرة. طيب الآن أنا إيش بدي أسوي؟ بدي آخذ هذا المسار أعمل مجلد اسمه نوت بوكس وآخذ هذا المسار زي هيك وأفتح الكوماند برومت تبع البايثون، بعمل سي دي عليه وبكتب جيبيتر لاب. ممكن تسوي هذا الشغل معايا او تفتح على الكولاب لو انت حابب انه تعمل براكتس شوية معايا اليوم. فأنا عندي في الأوتلاين إنه بدنا نحاول إنه السنتاكس في البايثون عنا كيف. كيف بعرف متغيرات في البايثون؟ كيف بعرف متغيرات في البايثون؟ ف
يعني x بتساوي 10 y بتساوي 12 و4 وz بتساوي a b c. في داعي ان انا اعرف التايب؟ لا. طب في تايب في البايثون؟ كيف بيعرف كيف يعني شو التايب تبع هاي؟ انتجر، كيف عرفه؟ كيف؟ هيك تمام. طيب طبعا الاكسبريشنز انه بالنسبه لك يعني ما فيش فيها مشكله. بالنسبه للموضوع البايثون كود بلوك، كيف بعرف البلوك في البايثون؟ نعم انتجريشن. فبالتالي انا بحكي انه الاكس قديش قيمتها هنا 10، بحكي انه اف الاكس اكبر من 5 او 6 print x is large. فلاحظ انه انا عندي هنا هذا عبارة عن tab لحاله راح اعمل indentation. فبالتالي انا عندي two statements انه برضو هذه الجملة تابعة على ال f لانه في نفس مستوى ال indentation. تمام. ممكن اعمل هذا الكلام نستد، فبالتالي بيكون انا عندي اكثر من مستوى لاحظ كيف مستوى الانتنديشن صار. طبعا هو ما تنفذش عن الواي اصلا انه بدي احط رقم اصغر من 20، فبالتالي انه هو بتنفذ برضه كذلك. ففي انا عندي هذا المستوى الاول تمام بهذا الشكل، وهذا المستوى الثاني انه هذه تابعه على هذه الاف، والاف هذه اصلا تابعه على الاف الاولى. تمام.